إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما حديثا من رواية معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، حديث معروف ومشهور عند العلماء والفقهاء، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس، يعني معاذ بن جبل، قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، في هذا الحديث النبوي فوائد كثيرة جدا، ولكن نقف بحول الله وقوته مع بعض الفوائد عند العلماء في هذا الحديث النبوي. من الفوائد الجميلة المستخرجة من هذا الحديث أن الإنسان يقول فيما لا يعلم: الله أعلم. وهذا في قول معاذ الصحابي الجليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عنه، يعني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هو صحابي معروف من الأنصار وقد شهد بدرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أو أرحم أمتي بأمتي أبا بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، إلى أن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صحح العلامة الألباني، قال: يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء برطوة، برطوة العلماء قالوا يعني بخطوة أو برمية سهم أو كما قيل. الشاهد أنه يحشر يوم القيامة، ربنا عز وجل يجيب العلماء كلهم يوم القيامة، فيحشر معاذ أمام العلماء، ومع ذلك الشاهد أنه يقول: الله ورسوله أعلم، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فالإنسان يقول الله أعلم فيما لا يعلم ويتكلم فيما يعلم. إذا الإنسان يعني عرف الآية من كتاب الله
والحديث من السنة وحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمها فهما صحيحا على فهم الصحابة والعلماء الفقهاء، فيتكلم في هذا الأمر. أما إذا لم يعلم فيقول الله أعلم، ويقول لا أدري، قل لا أدري، ما في عيب وما في مشكلة في الكلام ده. لأنه كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، والكلام ده موجه للجميع، موجه للجميع، حتى أنا وحتى لكم، الكلام ده موجه لأي إنسان يقول الله أعلم فيما لا يعلم. هذا موضوع أمر خطير، لا يعلم هذا إلا من كان عالما بالله جل وعلا، لا يعلم هذا حقا إلا من كان عالما بالله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم موضوع خطير جدا يا جماعة. إنسان ما يقول أنا أفتكر وها وده صح وده حلال وأنا أفتكر إنه ده غلط وهذا حرام وهو لا يعلم، موضوع خطير جدا. وربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا بيسألنا، ربنا بيسأل الرسل. ربنا قال: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا بيسأل حتى الرسل ذات. إنسان يتقي الله ولا يقول على الله من غير بغير علم. قال: قلت الله ورسوله أعلم. معاذ بن جبل قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي هذا معنى لا إله إلا الله، لأن فيه النفي والإثبات. وكلمة لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات، فلا إله نفي للشرك ونفي لعبادة ما سوى الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا، حقا لله جل وعلا. فقال: حق الله على العباد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. والعبادة معروفة، منها العبادات الظاهرة، منها العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج، ومن العبادات الباطنة كالتوكل، دي أعمال في القلب كالتوكل على الله جل وعلا. ربنا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنسان يتوكل على الله. بعض الناس تلقى متوكل على حجاب، رابطه في جسمه أو رابطه في عربته، تلقى متوكل على حجاب أو حراسة أو ودعة أو أشياء غريبة. تلقى ناس واحد يتوكل على مكشاشة، بعض الناس بيعلقوا مكشاشة في العربات في الحافلات، وحب أسود وكمون مكشاشة، زول عنده عقيدة في مكشاش يقول لك بتقش العارض، أنت أكبر عارض والله العظيم جد يا أخي، زول عنده عقيدة في مكشاشة والله، هذا من الأمر من الأمور العجيبة ذاتها. مكشاشة تقش العارض وتدفع عنك الضر وتدفع عنك الشر. مكشاشة يا أخي، مكشاشة تخليها في البيت يا أخي، تخلي المرأة تكنس البيت، تنظف البيت، مرأة مسكينة قاعدة في البيت، يعلقوها في الحافلات، وحب الأسود والكمون وغيره، دي كلها أشياء تنافي عبادة التوكل على الله. وكذلك الخوف، الخوف دي من العبادات الباطنة في القلب، إنسان يخاف من الله جل وعلا. وخوف العبادة، خوف العبادة ليس الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي كالخوف من الكلب أو الخوف من العقرب أو الخوف الطبيعي ما فيه إشكال، ما فيه مشكلة. لكن الخوف اللي فيه مشكلة هو الخوف السري، خوف الشرك، يعني الإنسان يخاف من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. زول يخاف من غير الله، خاف من دلقان، يخاف من زول مخلوق زيه، يقول لك كان اتكلمت فيهم ممكن ينفخوك بالله، وكان اتكلمت فيهم ممكن يعوج حنكك،
ده كلام موجود الآن في العالم الإسلامي اليوم، كان اتكلمت فيه ممكن يعوج حنكك ويقول لك، يقول لك كم ناكرا زاد نكرانه، عفص الشيخ طلع مصران. ده شيخ ده ولا جامبو ولا دفار، ده شنو ده يا أخي؟ حفظه وطلع مصرانه. ولكن كما قال الله ويخوفونك بالذين من دونه، ما لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يضروك بشيء أصلا، يعفصك وينفخك، ما في كلام زي ده أصلا. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا العلماء قالوا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشرك بالله جل وعلا أي شيء من الأشياء كائنا من كان. وفي هذه الفائدة الجميلة في اللغة العربية، أهل اللغة العربية بيعرفوا إنه النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني أي شيء. هذا رد على كثير من دعاة الشرك في العالم الإسلامي اليوم، كثير من دعاة الشرك ودعاة الوثنية وعباد القبور وعباد الأضرحة ودعاة الشرك عموما، قالوا إنه الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام. موضوع غريب جدا. فالشرك يكون بأي شيء من الأشياء، من الناس من يعبد الملائكة، هذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس من يعبد الملائكة، من الناس من يعبد الأولياء والصالحين، من الناس من يعبد الأنبياء والرسل، من الناس من يعبد الأصنام، من الناس من يعبد الأحجار والأشجار، من الناس من يعبد القبور، من الناس من يعبد القباب والأضرحة والأموات، من الناس من يعبد الأشجار، في ناس بيعبد البهائم البقر وغيرها من البهائم. فالشرك يكون يعني بأي شيء من الأشياء. فقال حق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والعلماء قالوا هذا الحق، يعني حق العباد على الله، قالوا هذا من باب استحقاق الجزاء وليس من باب استحقاق المقابلة، بمعنى يعني استحقاق المقابلة ليس من باب المقابلة، كالتعامل مع الآدميون، تعامل مع الناس تقول تدي حقه يديك حقه، هذا من باب استحقاق المقابلة. ولكن حق العباد على الله ليس من باب استحقاق المقابلة، ما من باب استحقاق المقابلة، إنما هو من باب استحقاق الجزاء ومن فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن كرمه على العبد المؤمن الموحد، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من باب الفضل والكرم من الله جل وعلا. فقال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس، وقبل أن نقف مع الفائدة الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فكثير من الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، لا يهتم بتحقيق هذا الحق العظيم، حق الله على العباد. يا أخي ناس ما يهمهم إلا حقهم هم، إلا من رحم الله، حتى بس يهم حقه بس، أكله وشرابه وكده، في حق لازم يتحقق، في حق لازم يتحقق يا أخي، ده حق الله على الناس. في ناس بيعبدوا غير الله يا أخي في البلد دي، في ناس بيعبدوا غير الله في البلاد الإسلامية يا أخي، في ناس بيدعوا الأموات، في ناس بيتمسحوا بالقباب والقبور والأضرحة، في ناس بيتبركوا بالقباب والقبور والأضرحة، في ناس بيقولوا غير الله بيعلم الغيب، في ناس بيقولوا غير الله عنده الرزق، في ناس بيقولوا غير الله بيدي جنة وبيدي الولد، في ناس بيسبحوا للأموات من دون الله جل وعلا، في ناس بيعلقوا حجبات ودجل وشعوذة، في ناس بيشركوا بالله. يا أخي لازم الحق ده يتحقق، ولازم الناس تهتم بهذا الحق، حق الله على العباد.
قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس، يعني معاذ بن جبل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء يوم القيامة برطوة. قال أفلا أبشر الناس، يعني فهم من هذا الحديث أن هذه بشارة، وذي فائدة جميلة يا أخي، أنه دي بشارة للناس، ما كما تسمع من كثير من الناس في العالم اليوم، في بالذات في العالم الإسلامي اليوم، كثير من دعاة الحزبية والمنظمات ودعاة الأحزاب وغيرهم يقول لك عن الدعوة دي دعوة مباركة، دعوة رسل، دعوة منزلة من السماء من عند الله عز وجل. يقول لك بشروا ولا تنفروا، مش بيقولوا كده، بشروا ولا تنفروا، تكلم عن التوحيد وتنهى عن الشرك، يقول لك بشر الناس وما تنفرهم. معاذ بن جبل قال أفلا أبشر الناس، أخذي بشارة يا أخي، إذا كان ده الأمر ده يدخلك الجنة ويبعدك عن النار، أخذ بشارة يا أخي. زول يكلمك عن الله عز وجل، عن الله عز وجل وعن التوحيد، وينهاك عن الشرك، بشرك. قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا يعني على يتكلوا على الأعمال، يتكلوا على هذا الأمر ويتركوا العمل، ودي مشكلة ذات. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يدخلنا في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن يصلح بلادنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. الله أعلم، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا ويتركوا العمل الصالح، يتكلوا على هذا الأمر أن الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا ويترك العمل الصالح. فلا بد مع الإيمان من العمل الصالح، لأن الله تعالى أمر بالعمل الصالح. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح، وكذلك في هذا يعني تقدير المصالح والمفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا إن من قال هذا من باب تقدير المصالح، من باب تقدير المصالح والمفاسد. وكذلك في هذا الحديث فائدة أخيرة وجميلة، أن الإنسان لا يستغنى عن الله ولا يستغنى عن التذكرة. ربنا جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يذكره بالتوحيد وينهاه عن الشرك. فلا يمكن يأتي إنسان اليوم ويقول أنا موحد وأنا ما محتاج لهذا الكلام، لا يمكن أبدا، لأنه ما في أحد منا أعلم من معاذ بن جبل، بل ما في أحد أعلم من الأنبياء، والله جل وعلا ما استثنى حتى الأنبياء في هذا الأمر. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ذيل الأنبياء. قال حاكيا عن إبراهيم الخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. شوف خاف على الشرك كيف، حتى قال السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
فما ذكر يكفي، والله أعلم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.